مرحبا، حياكم الله في حلقة اليوم من برنامج تحت الملاحظة. سنضع ملفي ثقافة الإنجاز وقيمة قبول الآخر تحت الملاحظة مع ضيفنا الكريم علي القهوري، خريج بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها، كاتب محتوى ومسوق ومهتم بالأدب السياسي والصحة النفسية. أهلا وسهلا علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. نحن في نقاشنا اليوم إن شاء الله بيكون عندنا محورين أساسيين. المحور الأول بنتكلم فيه عن ثقافة الإنجاز، وفي رح نتكلم عن الصحة النفسية في مقابل الاجتهاد المهني، وأيضا بنتكلم عن ما تضيفه بيئة العمل للشخص العامل وإنجازه، وأيضا تأثيرها على صحته النفسية. في محورنا الثاني بنتكلم عن قيمة قبول الآخر. دعني أبدأ معك علي بسؤال بسيط: ما هو الإنجاز؟ متى تصنف العمل الذي تقوم به على أنه إنجاز؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإنجاز وكيف أصنف على أن الشيء هذا إنجاز أو لا، دائما أشوف المردود النفسي والمردود اللي حولي في هذا الإنجاز. هل هو إنجاز أنا سأضعه على الورق؟ هل هو فقط إنجاز مادي أريد أو أسعى وخليه أكبر في المرات القادمة؟ بالنسبة لي هذا مش إنجاز، هذه فقط نقطة في مسار تقدم. لكن إذا كان شعور هو شعور السعادة، شعور بالراحة، شعور أني أنا ما فقط فرحت نفسي حتى فرحت الناس اللي أهتم لهم، في النهاية هذا بالنسبة لي هو الإنجاز. الإنجاز هو مش سعي وراء الأشياء المادية، ولكن سعي وراء الراحة النفسية. طيب خليني أسألك سؤال مهم في هذا المحور: إيش رأيك بثقافة الإنجاز اللي عندنا واللي تقوم على مبدأ السعي اللحوح خلف الأهداف المادية؟ للأسف الشديد يعني لازلنا نرتكب غلطة الإنسان الأول سيدنا آدم، لما وضع في الجنة ولازال وأكل من الفاكهة المحرمة. دائما نحن نسعى لشيء أبعد عن إدراكنا، دائما نسعى لشيء يعتبر سراب بالنسبة للإنسان البشري. آلان دي بوتون فيلسوف بريطاني كان يتكلم في كتاب Status Anxiety أو قلق السعي للمكان، كان يتكلم بالضبط عن نظرة فيلسوف اسمه روسو اللي يناقش فيها أنه هناك طريقتين لجعل الإنسان ثري أو للثراء. الطريقة الأولى وهي الطريقة الاعتيادية اللي هي أعطه المزيد من المال، أو الطريقة الثانية اللي هي قلل رغبات ذاك الشخص أو ذاك الإنسان. فللأسف الشديد أن نحن دائما عندنا هذه النظرة أن الإنجاز دائما مرتبط بعدم الاكتفاء والحصول دائما على المزيد، والأسباب تكون دائما من الداخل اللي هي جلد الذات، وطبعا تبدأ ممكن من الطفولة أو عن طريق مراحل الحياة. فيبدأ الإنسان يجلد ذاته، يبدأ الإنسان يتكلم عن نفسه بطريقة يعني سيئة فقط عشان ينجز. السبب الثاني أنه ممكن هذا الإنسان مفروض عليه أنه ينجز أكثر عن المطلوب منه. والثالثة هي أن الإنسان بنفسه يفرض على الناس أنهم يكونوا بهذا الصورة اللي هي السعي وراء الكمال. طيب علي، نحن في علم أو في تجربة التنمية الذاتية اللي وصلتنا محليا، خلينا نقول التيار الأول كان يدعو وبإلحاح شديد إلى السعي للأهداف، قم فأنت لك شيء في العالم، قف على ناصية الحلم وقاتل. وبعدين بعد فترة التيار الثاني جاء بصورة مضادة، يقول لك أنه أهم شيء الصحة النفسية، وأهم شيء أنت تكون مرتاح وما تكلف على نفسك. نحن الآن في المنتصف بين التيارين، كيف أنا ممكن أنه أشبع رغباتي في الإنجاز المعنوي، وفي نفس الوقت أني أكون أنا محافظ على شعوري وما أحرق ذاتي؟ أكيد من الإنسان البشري يعني في ميزة ما تغير عن بعض المخلوقات الثانية اللي هي Survival Instinct أو غريزة البقاء. دائما نحن أول شيء نسويه في أي خطوة في حياتنا أن نحن نحسب إيش هي المخاطر اللي ممكن نواجهها في حياتنا.
في احدى الدراسات النفسيه كانت تتكلم عن انه الناس اللي عندهم الالم العضلي الليفي او مشاكل القلب، واحد من كل 4 اشخاص دائما 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 تكون عنده عقده الكمال، دائما يريد يكون انسان كامل، دائما يريد يكون انسان يوصل لمكان ابعد. فهذه المشكله نحن ما نشوفها من غير امراض الوسواس القهري او مشاكل الاكتئاب والقلق وغيرها من المشاكل حتى الجسديه، لانه دائما نحن عندنا هذه النظره ان نحن ما نكتفي. لكن في نفس الوقت لازم نفس الشيء نشوف الجوانب الصحيه لان نحن نشوف حياه ماديه ننجز فيها، لانه في النهايه عشان نعيش لازم نكون جزء من هذا المجتمع. صحيح. فهذه الموازنه ضروريه جدا وتكون عن طريق خطوات. الخطوة الأولى 100% هي وضع أهداف واقعية في إنجاز المهام. لما ننجز المهام لازم أنا ما أحط الخطوط الإنجاز واللي نحن نسميها الحين الديدلاينز في أوقات غير منطقية، ما نحط في كل مهمة شيء يفوق طاقتنا. فبهذا الأهداف المنطقية بنوصل لمكان أبعد، من بعدها بنسلم هذا العمل وبنخلصه. لما بنستلم نحن ملاحظات نتأكد من الشعور اللي أنا من هذه الملاحظات، هل أنا أحس بأنه قيمتي الذاتية قلت؟ هل أنا أحس أنه هذا الشيء كان مؤلم بالنسبة لأنه في حد انتقد العمل اللي أنا اشتغلت عليه؟ إذا صار عندي هذا الشيء فأنا الحين أحاول أصحح هذه الصورة بأني أنتقل للخطوة الثالثة اللي هي أني أتحدث لنفسي بصورة ألطف، بصورة أفضل. أقول أن أنا مجرد بشري وممكن تكون عندي أغلاط، ما في مشكلة أني أنا سلمت المسودة الأولى والدرافت الأول وبعدل كل شيء في الدرافت الثاني يعني. فبهذه الطريقة أنا أكون أحسن وأحسن. من بعدها انتقل للخطوة الرابعة وأشوف أنا إيش سويت غلط في كل هذه البروسس والخطوات. الخطوة الرابعة نكسر فيها كل الصور النمطية اللي وضعناها لنفسنا من لازم أنا كل شيء يكون على وقت التسليم الصحيحة. على الصورة الصحيحة على الصورة الكاملة، ومع أني ممكن أسلم شيء في 5 ساعات أفضل من شيء في 10 ساعات، لكن دائما عندنا هذه النظرة أنه كل ما اشتغلت بجد أكبر وقت أطول كل ما أنجزت أحسن. صحيح. للأسف الشديد. طيب علي، أنت تذكر أكثر من مرة إلى الآن تكرر اللي هي عقدة الكمال اللي عند الأفراد، مو هي العوامل اللي تخليها الإنسان عنده هذه العقدة؟ أنا أتصور إنه واحدة منها تنشئة في الأسرة منذ البداية من الطفولة، إنه ينشأ في أسرة متطلبة تريد هذا الطفل وفق معايير وشروط محددة هي ترسمها له، ومن صغره لو ارتكب لو خطأ بسيط وهو عادي طفل يعاقب على ذلك الخطأ ويعنف أحيانا حتى عليه، تكبر عنده هذه العقدة، يطلع للعالم الخارجي وأيضا هو لازم يبحث عن الكمال في كل شيء. أكيد. في عوامل أخرى ممكن تخلي الإنسان مصر على أنه كل عمل يقوم به وحتى في علاقاته الاجتماعية ما بس على صعيد العمل يكون كامل؟ أكيد. يعني نفس ما أنت تطرقت لموضوع العائلة، دائما مفروض على الطفل أو مفروض على الشخص من التنشئة أنه يكون بصورة معينة، لن يتقبل هذاك الطفل إلا إذا وصل لهدف معين. يعني أولياء الأمور 100% وحتى يعني أنا كولي أمر في المستقبل راح تكون عندي هذه النظرة، أني أتمنى أن ابني يوصل لمكان أفضل من المكان اللي هو عليه. لكن النظرة الغير صحية أنه تريد طفلك في الجانب العلمي يكون أفضل من أينشتاين، وتريد يكون فيلسوف أعظم عن أرسطو وهو بعد ما كمل حتى يعني 10 سنوات. فهذه صور غير واقعية أنت تحطها على الطفل وتكون عليه حمل. صح. فيظل طول حياته يحاول يثبت شيء ويلاحق سراب اللي هو هذا الإنجاز، يحاول يثبت شيء هو ما يعرفه يعني. صحيح. وحتى بعدين يجي على المدرسة بالضبط. بيئة المدرسة أيضا تحفز وبقوة فكرة أنه أنت لازم تكون بيرفكت 10 من 10 في ورقة الاختبار، إذا أنت توفقت وأنت ناجح وأنت أشطر واحد في الصف. لما تطلع في الإذاعة المدرسية تقدم بدون ما تخطئ في حرف أو في تشكيل أو في حاجة، إذا أنت مقدم ناجح. تحافظ على هدوئك، ذرابتك بين زملائك، ما مثلا تنفعل تضرب حد وأنت طفل عادي، يعني ممكن هذه السلوكيات تصدم الأطفال، أنت إنسان مهذب ورائع وإلى آخره.
تجي أيضا للمجتمع، المجتمع يريدك وفق معايير محددة وهي ماشية. أيوة 100%. يعني حتى لما أيام المدارس كان الطالب اللي حصل مثلا درجة نهائية وقريبة من النهائية يحصل 3 نجوم وممتاز جدا، لكن الطالب اللي مثلا يحصل درجة يعني متدنية اللي هو يستحق الاهتمام الأكبر عشان يوصل لدرجة أعلى كان يحصل ملاحظات سيئة، كان يحصل على شكاوى، كان توصل كل الصور سيئة لأهله بدون صور التحسين وطرق التحسين. وبعدين ينتقل هذا الفرد إلى المجتمع، المجتمع يفرض عليه صور اجتماعية وصور مادية أكبر. لازم تحصل أفضل الأجهزة، لازم سيارتك تكون بهذه الصورة، لازم تكون عندك بيت، لازم تكون عندك عائلة كذا عدد أفرادها. فبهذا الصور اللي تنبني على الإنسان كأنها تتراكم عليه. فكل شيء وكل طبقة تزيد فوق الطبقة الثانية الإنسان يعني ينسحق تحتها. فبسبب هذا الشيء يزيد العبء على الشباب، دائما دائما يزيد العبء على الشباب انه انت لازم خط حياتك يكون بهذا الصوره اللي هو تنشئه، المدرسه، الجامعه، الوظيفه، الزواج، حصول على بيت، التقاعد، تربيه الابناء. ما في صوره ثانيه، ما في صوره يعني مخالفه لهذا الشيء للاسف الشديد. طيب علي، ممكن الناس اللي الحين تسمع هذا الحوار اللي يدور ما بيننا يقولوا لك ببساطه انه الواقع يتطلب كذا، يتطلب اني انا اشتغل ليل نهار عساس اجمع الماده عساس اعيش عيشه كريمه. اكيد يعني هذه العباره دائما، يعني دائما هذه العباره متكرره. هذه يعني دائما واللي يكون ضدها يكون انسان انهزامي، وبالعكس هو مش انسان انهزامي. كم عدد الناس اللي عندهم وظيفه او عندهم يعني تجاره بسيطه وهم مقتنعين قناعة تامة باللي عندهم، مرتاحين يرجعوا بيوتهم يعرفوا إيش يريدوا ومرتاحين مع عوائلهم سعيدين. وكم من إنسان عنده وظيفة كبيرة جدا ويمتلك شركة كبيرة جدا لكن ما عنده هذيك السعادة الكافية. ليش؟ لأنه دائما يريد شيء أكمل وأكبر. كل ما وصلنا مكان أبعد في حياتنا المادية كل ما زادت رغباتنا معاها، لكن أن نحجب هذه الرغبات وإنه بس نكون ناس يتقدموا بصورة صحية هي أفضل شيء. ما في أي عيب في التقدم، والتقدم هو شيء من أفضل الوسائل للتطور البشري. صحيح. مش فقط الشباب، سنة من سنن الحياة 100%. يعني نحن ما نريد أن نوقف في مكان واحد، ما حد يريد يوقف في مكان واحد. ومية في المية بضطر أني أخرج من منطقة الراحة، 100% بضطر أتغير وأمر بظروف قاسية عشان أصير إنسان أفضل. لكن دائما أتذكر أن ولنفسك عليك حق. في النهاية أنا لما أرجع البيت وأشوف على المرايا أريد أعرف الشخص اللي أنا جالس أشوف عليه. أنا مش فقط يعني البناية اللي أملكها والوظيفة اللي عندي مسمى فيها أو سيارة اللي أقودها في الشارع، أنا إنسان أفضل بكثير من كذا. عندي يعني قيمتي النفسية، قيمتي مع المجتمع، قيمتي حول الناس. وهذه الأشياء ما بالأشياء اللي أملكها، هذه الأشياء بالأشياء اللي فيني 100%. طيب علي، لأي درجة ممكن الإنسان لما ينهمك في عمله وفي سعي وراء الأهداف والإنجاز يفقد تواصله مع نفسه؟ 100%. إذا نحن نتكلم عن 24 ساعة في اليوم، أنا أقضي بمعدل 7 ساعات أو 8 ساعات، في ناس يوصلوا إلى 12 ساعة في اليوم وأكثر في العمل. خلال هذه الأوقات في أوقات 100% للصلاة، في أوقات للطعام، في ساعات طويلة جدا أكيد للنوم أو أقل. لكن نحن نخصص دائما هذه الساعات، الساعة اللي نجلس فيها مع العائلة، الساعات اللي نعمل فيها، والساعات اللي نسوي فيها مطالبنا الرئيسية. لكن للأسف الشديد ما نحط وقت رئيسي مثل وقت العمل نجلس فيه مع نفسنا. هذاك الوقت اللي نقرأ فيه كتاب أو نطلع للطبيعة أو نمارس تأمل أو فقط يعني نسوي أي شيء يعطينا صورة أوضح لما داخلنا. إيش هذه المشاعر اللي داخلنا؟ إيش هذه الأفكار اللي عندنا؟ ما يكفي أني أنا إنسان أعمل وعندي أشياء ومحبوب اجتماعياً، لكن لما أكون لوحدي أنا ما أعرف من أنا. طيب علي، إيش هي الطرق اللي أنت تستخدمها عشان تتواصل مع نفسك، تعرف نفسك؟ يعني إذا بتكلم عن تجربتي الشخصية، أنا أعتقد أنه يعني الخروج في الطبيعة هو الحل الأنسب. لأنه من غير أنك أنت تتواصل مع يعني مكان يعني يشبه
تركيبتنا البيولوجية أكثر، أكثر عن مباني الأسمنت وأكثر عن الشوارع والغازات والأدخنة. يعني نروح لمكان هواء طبيعي، مكان فيه نفس خواصنا البيولوجية، نحس إنه مكان ننتمي إليه. من غير هذا نخرج من إطار المدينة، نخرج من إطار هذه الصناعات اللي نحن دائما محكومين فيها. وإذا ما عندنا هذاك الوقت الكافي إن نحن نطلع في الطبيعة، وما عندنا هذاك الوقت في اليوم المناسب، في طريقة جدا بسيطة اللي هي إني أخذ كتاب، أروح مقهى، أخذ قهوة وأقرأ الكتاب. لما أدخل في هذاك الكتاب كأني أنا أهرب فيه، كأني أخذ منه معلومات وأقدر أعكسها على نفسي. أعرف بهذا الشيء أن صارت عندي معرفة أكبر، وممكن أتطور فيها أنا وأطور فيها الناس من حولي يعني. صحيح. وأحيانا حتى ممكن الإنسان لما يصطدم بالأفكار اللي في الكتاب أو في حديثه مع الآخر، مثلا مع أصدقائه، مع أهله، يعرف نفسه. هذه وسيلة جيدة إنه الشخص يعرف نفسه من خلال اصطدامه بمجموعة الأفكار اللي ممكن تتشابه مع أفكاره أو تتصادم أو تختلف مع أفكاره. طيب علي، خليني أسألك عن بيئة العمل، وإيش دورها في تحقيق هذا التوازن بين إن أنا أكون محافظة على اتزان النفسي، خلينا أقول، أو استقرار النفسي، ورغبتي في إني أسعى سعي جيد وصحي مثل ما أسلفت في موضوع تحقيق الأهداف والتطور على الصعيد المادي. يعني الموضوع أكبر بكثير من إيش الفرد أو الموظف أو الشاب ممكن يسويه في بيئة العمل. لكن تبدأ النقطة من كيف تنشئ هذه بيئة العمل، كيف تصميمها، إيش قوانينها، وكيف أسلوب التواصل فيها. هل هو أسلوب التواصل التقليدي؟ هل هو مقسم على أي مكتب نحن نشوفه؟ أول ما أقول كلمة مكتب تجي في بالنا هذه صورة المكتب المقسم بألواح زرقاء، والناس يالسين كل واحد على مكتبه ويؤدي عمله. لكن تطوير هذه الأماكن ممكن الإنتاجية ترتفع بدون ما تحتاج أنك تشتغل لساعات طويلة جدا. وهذا يعني مثبت علميا، وأي شخص ممكن يبحث في الموضوع يحصل نتائج من كثير أمثلة في العالم. وحتى التطبيق سهل. نعم، أتوقع أنه المصطلح اللي يطلق على جعل الأماكن في بيئة العمل مهيئة للعمل الاجتماعي أيضا داخل بيئة العمل اسمها أنسنة مكتب العمل. أيوة أكيد. أيوة، اللي هو يخليه مكان يشبه الإنسان، ما يكون في حواجز ومقسم وطاولات وجدار واشياء تفصلك عن زملائك. لا، تكون انتو في بيئه واحده فيها يعني تحفزك انك انت تتواصل مع الاخر تواصل جيد 100%. جيد. طيب علي، في تجربتك كباريستا، انت تعمل الان كباريستا في مقهى، ايش اضافت لك من الناحيه النفسيه؟ يعني كباريستا في مقهى يعني لازم شوية أرجع بالزمن. يعني كانت كل تجاربي متمحورة حول الترجمة، تجارب إعلامية، تجارب في التسويق وكتابة المحتوى، وكلها كانت بين تدريب وبين عقود. يعني آخرها كان في مؤسسة تعليمية، وكنت كاتب محتوى مسوق، ولكن كان شعور بيئة العمل، شعور الاحتراق دائما يلازمني بعد كل يوم من العمل. فانتهى العقد في هذه المؤسسة، فانتقلت للمرحلة اللي بعدها، فحصلت على عروض في شركات ثانية للتسويق وكتابة المحتوى، لكن وقفت هذه الوقفة مع نفسي اللي أنا إيش أحتاج في هذا الوقت. هل أنا أحتاج أني أطور مسار المهني، ولا أنا أتطور كإنسان من ناحية الذكاء العاطفي؟ ف100% اخترت وظيفة الباريستا، وكانت تجربة ما أنساها طول حياتي، ومن أفضل التجارب. يعني هذه التجربة عرفتنا على الناس أكثر، عرفتنا على العقل الإنسان أكثر، عرفتني على كيف أتعامل مع كل المواقف، تعرفت بشرائح مجتمع أكبر، أقابل كل يوم إنسان جديد وأخوض معاه حوار. هذا الشيء خلاني يعني منفتح أكثر على موضوع أنه كيف أفهم الناس وكيف أفهم نفسي نفس الشيء. جيد. طيب علي، هل تعتقد أنه الشباب جميعهم يمتلكوا هذه رفاهية الاختيار، أنه أنا الحين أريد
أبتعد شوية عن الجانب المهني وأطورني في الجانب الشخصي أو الإنساني، فأرفض الفرص اللي فيها عقود وفيها مقابل مبلغ جيد، وفي المقابل أتوجه لمثلا مهنة تطورني مثلا من ناحية الإنسانية أو العاطفية، لكن يعني ما تساوي مثلا شيء في 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 الجانب المادي. ايوه كما سلفت يعني انه نحن دائما 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 لازم نقيم على مستوى الحياه اللي عندنا، على قد ما انا اريد ان تكون حياتي النفسيه يعني متزنه، لازم حياتي الماديه تكون متزنه، لانه بدون ما تكون عندي هذيك الامكانيه الماديه بيكون عندي سبب قلق اكبر لازم اهتم فيه. صح. فكل إنسان يقيم احتياجات حياته، كل إنسان يقيم البيئة اللي هو يعيش فيها. رفاهية الاختيار هي يعني مش حتى رفاهية، هي في النهاية شيء يختار الإنسان بناء على احتياجاته. في هذا المحور علي بنتكلم عن قيمة قبول الآخر المختلف، وأبدأ معك بسؤال. الآن على القارئ المثقف اللي عنده المعرفة، هذه المعرفة إيش أضافت لك أو إيش الامتياز اللي أعطتك إياه مقارنة بأقرانك؟ ما أعتقد أني بختار كلمة امتياز، لكن بختار كلمة اختلاف. كمية القراءة وكمية التعرض للمعرفة ما تحكم على الشخص كإنسان متميز، لكن كيف نحن نستخدم هذه المعرفة وكيف نخليها كمعرفة إبداعية ممكن نطور فيها المكان اللي حولنا يعني ونطور فيها نفسنا، هي الشيء اللي ممكن يميزنا 100%. جيد. طيب علي، ممكن حد يقول لك انه ما بالضرورة الشاب يكون مثقف وعنده معرفة ومطلع وقارئ على اساس انه يكون مميز، عادي جدا هو بموهبته مصور مثلا، رسام، مصمم، يكون رائع ومميز بين اقرانه. 100%، لأن نحن دائما نربط الثقافة بالقراءة أو نربطها بدائما البحث العلمي أو نربطها بالجانب الأكاديمي أو يعني اللي هو الجانب المعتاد، لكن في الحين يعني الكثير من الطرق للتطور. فالمصور أو المصمم أو غيرها من المهن والمواهب الأخرى يعني ممكن يكون فيها إلهام بطريقة أخرى، معرفة بطريقة أخرى. مجرد أن المصور يشوف أمثلة أخرى لمصورين آخرين يوحي له فكرة جديدة، فكل ما تعرض لأفكار أكثر كل ما طلع بفكرة أصلية وفكرة خلاقة أكثر. جيد علي. طيب علي، بما أنك أنت صاحب قضية، من خلال متابعتنا لحساباتك ونشاطك أنت صاحب قضية، السؤال هنا هل بالضرورة أن يكون صاحب القضية صدامي مع الآخر المعارض عنده في نفس الفكرة؟ 100% لا. موضوع التصادم هو موضوع يلاحق البشر من سنوات وسنوات. في كتاب أمين معلوف الهويات القاتلة كان يتكلم عن هذا النطاق بالضبط يعني، فكان يذكر أن عندنا نحن دائما هذه أزمة الهوية، أن نحن لازم تكون الهوية المتميزة، لازم نحن دائما نكون فوق البشر مع أن نحن كنا بشر من نفس الطبقة. دائما أنا لازم أكون متميز من ناحيتي الإثنية، من ناحيتي الدينية، من ناحيتي المادية المجتمعية، فنحط كثير عوائق فقط عشان يكون رأينا مسموع ويكون رأينا هو الصحيح. فدائما نحن اللي نحرر الناس بأفكارنا، دائما نحن اللي نحرر الناس بنظرتنا لهم، ونحن نفس الشيء اللي نقيدهم ونحكمهم بآرائنا عنهم. فللأسف الشديد يعني هذا موضوع الصدام في الآراء ويعني التهام الآخر مش السماع للآخر هو يعني من أحد أكبر الأسباب اللي تخلق عندنا هذه يعني المناوشات في كل مكان. لكن الواقع علي يقول لك إنه أنت إذا ما كنت شرس وما طلعت أنيابك إنزين وما كنت قاسي وشرس ويعني تتكلم عن قضيتك بصوت عالي ما حد بيسمعك. يعني هذه العبارة ممكن تكون صحيحة لكن إلى درجة ما. في النهاية يعني إذا كانت القضية ورأيي أنا ممكن يؤذي شريحة كبيرة جدا من الناس، فممكن أنا لازم أعيد النظر في رأيي، مش أغيره لكن ممكن أغير فيه. الرأي مش أبيض وأسود، الرأي مجرد رأي ممكن يتغير جزء منه أو كله. لما أنا
أحارب لقضية من القضايا المعينة، سواء كانت قضية سياسية دينية أو كانت قضية مجتمعية، أنا أشوف كمية الأضرار اللي تلمسني أنا وتلمس يعني الناس اللي أعيش حولهم. إذا كانت هذه الأضرار أضرار جسيمة جدا، ممكن تعيق حياتي أنا وتعيق حياة كثير من الناس، ما ممكن أني أنا أتخذ هذا الرأي. لكن إذا كان الرأي اللي عندي أنا رأي سليم 100%، أنا أعرف أن هذا الرأي بناء على قراءات ومعارف وتعرض لكثير من الأسباب، أن هذا الرأي ممكن يساعد ويحرر ناس من المعضلة هم عايشين فيها، فمية بالمية أني أنا بتوجه لهذاك الرأي. في النهاية الرأي مش فقط شيء نحن نولد فيه، لكن هذا شيء نحن نختاره. طيب علي، صاحب القضية هل بالضرورة أنه يسعى للتغيير من أجل القضية، من أجل نصرة القضية؟ يعني تعتمد على أهمية القضية بالنسبة لهذا الإنسان. هل هذه القضية ممكن تغير حياتك بشكل جذري وتصير إنسان ثاني تماما عن طريقها؟ لكن في نفس الوقت لازم توازن، هل أنا بضر كثير من الأشخاص وبضطر أني أنا أتسلق على أكتاف الآخرين؟ ويعني يعني لما نتكلم بالذات عن هذه القضايا، نحن هنا لازم نكون حذرين تماما في اتخاذ القرارات، لأن دائما قبل أن نشوف إيش هي المصلحة الذاتية ممكن نشوف إيش هي التنازلات اللي ممكن بعد نقدمها. هذا علي على مستوى الفرد نفسه، لكن أنا أتحدث عن تغيير المجتمع من أجل نصرة مثلا هذه القضية، أو من أجل إعلاء صوت هذا الموضوع أو هذا الملف. يعني من ناحية إذا نحن نتكلم عن مجتمع ولا صدام مجتمعي في بعض القضايا، المشكلة إن في بعض الأشياء تحتاج تطوير، تحتاج فكرة جديدة للمجتمع، تحتاج فكرة جديدة للمكان اللي نحن نعيش فيه كبيئة عمل ولا كعوائل. لكن المشكلة إن إحنا دائما عندنا هذه الصور المتناقلة، إنه أنا ولدت بهذه الآراء، ولدت بهذه القوانين، ولازم أحتكم يعني بكل ما تنصه. وللأسف الشديد إنه يتقدم الزمن، تتقدم وسائل التواصل وطرق التنقل وطرق الصناعة، لكن نظل على نفس النظرة السابقة، فيكون الإنسان حبيس الماضي وما يقدر يروح لنقطة في الحاضر. نعم. إذن أفهم من علي أنه هو يحب أن يبقى على مسافة آمنة مع من يختلف عنه. 100%. يعني أنت ما من الحزب اللي أو ما من المجموعة اللي تدخل في صدامات وعداءات مع الآخرين من أجل إثبات فكرتها. 100%. مستحيل أدخل في صدام أو أني أنا أقصي الآخر فقط لأن رأيي يعني غير مناهض للرأي الآخر. 100% أنا دائما أشوف على الرأي الآخر على أنه رأيي ممكن يكون 100% سليم، وإذا ما كان سليم أنا ممكن ما أتفق معه، لكن لازم أحترمه. طيب لأي حد ممكن الشخص يقبل اختلاف الآخر عنه؟ هل في حد؟ هل في مستوى؟ هل في ليفل معين؟ الإنسان البشري ما ولد أبدا بأنه يتقبل المطلق. ما ممكن تتقبل شيء مطلق 100%، لكن ممكن تحترم هذا الشيء وتحترم حدوده مهما كان هذا الشيء. ما تعلمنا أن نحن نخلي شيء مطلق ومثالي، سواء في صناعتنا للأجهزة، سواء في أشياء نحن نخليها بالحوسبة مثالية، فكيف نحن نريد نصحح الناس الآخرين قبل ما نحن نصحح أنفسنا أصلا؟ طيب علي، لو كان الآخر المختلف عنك يمارس الإقصاء لك ولرأيك ويحاربك بشراسة، كيف تتعامل معه أو كيف ترد عليه من أجل إثبات فكرتك؟ 100% إثبات الفكرة في بعض الأحيان ليس ضروري. في النهاية الأفعال اللي أنا أسويها أنا مسؤول عنها، والأفعال اللي الناس الثانيين يقوموا بها فهم مسؤولين عنها. فأنا مش مسؤول ولا أخذ محاسبة على شيء سواه شخص آخر. أي هجوم أنت تهاجم الناس ينعكس عليك أنت، هذا اللي أنت تقوله عن نفسك للناس، أن هذه أنا طريقتي في إثبات أني أنا إنسان عنده رأي صحيح أو عنده رأي مثبت. طيب علي، نحن الآن نعيش في فضاء إلكتروني افتراضي فيه الكثير من الأصناف والأنواع البشرية باختلاف ميولهم، باختلاف توجهاتهم، باختلاف قيمهم. أنا كشخص كيف ممكن أعزز في داخلي قيمة
قبول الآخر المختلف؟ يعني أنا كمسوق 100% أعرف كيف يعني برامج التواصل الاجتماعي تم فيها الحوارات وترفع فيها القضايا ويتناقشوا فيها الناس. ف100% لازم نشوف كل شرائح المجتمع عشان نقدر نوصل للنتائج اللي نريدها في هذه الصناعة وهذا السوق. فمن دائما اللي نلاحظه أنه في بعض القضايا يعني نتدخل فيها على أن نحن أصحاب القضية مع أن نحن مش أصحاب القضية. وفقط نحن لازم نساند في بعض القضايا، في بعض القضايا لازم نحن نتحدث بلسانها. لكن للأسف الشديد ما عندنا هذيك الطاقة لاحتكام كل شيء يساورنا من أفكار. في النهاية ما ممكن أني فقط أنا بالتخمينات وفقط بأفكار أنا حطيت فيها من قبل أروح أحطها هناك بدون ما أتأكد منها. ممكن هذه الفكرة اللي عندي هي فكرة مغلوطة تماما، ولكن لازلت مصر عليها. للأسف الشديد نحن ما نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للتطور، نحن فقط نستعملها للصدام حاليا. أنت تتابع المشهد اللي يصير في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر، الصدام بين الأفكار بين التيارات الفكرية على مستوى المحلي، كيف تقرأ المشهد؟ أعتقد أن المشهد دائما مشهد متكرر. في أغلب الأحيان يكون المشهد عن طريق إنسان يعني في مرحلة عمرية أكبر يصطدم مع إنسان في مرحلة عمرية أصغر، أو إنسان في درجة علمية أعلى مع درجة علمية أقل. فدائما يصير هذا الصدام، يرفع رأي سواء كان مثير للاهتمام أم لا، ويتم في هذا الصدام، وبناء عليه في بعض الناس ينساقوا خلف هذاك الشخص اللي هو صاحب الدرجة العلمية الأكبر أو العمر الأكبر أو صاحب الشعبية أو صاحب الشعبية 100%. للأسف يعني المسألة ما أصبحت بهذه السهولة، الناس الآن لا تحتكم لصاحب الدرجة العلمية أو صاحب الدليل الأقوى مثلا أو حتى الشرس، لا هي الآن تنقر وراء الأكثر شعبية مهما كانت وجهة نظره. 100%. نعم. بدون المساءلة عن الدرجة العلمية عند هذا الشخص، بدون هل الدرجة العلمية مهمة في مسألة تبني القضايا؟ لا أعتقد أنها مهمة. 100%. فبدون ما نتحرى عن الدرجة العلمية لهذا الشخص، ممكن الدرجة العلمية عند هذا الشخص درجة علمية عالية تماما، لكن هو كإنسان ما تعرض لمواقف مع البشر أكثر، لأنه قضى طول حياته فقط أريد هذاك الإنجاز. لو نرجع لمحورنا الأول المادي، فمئة بالمئة لما يروح هو بيحكم اللي يشوفه على الكتب وبيشوف على اللي شافه في يعني بعض النصوص اللي هو ممكن هو بنفسه كتبها ويضعها كصورة ثابتة للمجتمع. وللأسف الشديد في كثير ناس عندهم هذه الصورة اللي يضعوها على الناس عن طريق درجتهم العلمية. يعني في ناس تستغل ما تدرسه أو ما تتلقاه من جوامد، خلينا أقول، في إنها تسقطها على صورة المجتمع وتسقطها أيضا في الطريقة والوسيلة اللي يتم من خلالها تبني هذه القضايا. علي أنا أشكرك، وصلنا لختام حلقتنا وتحدثنا في عبر محورين أساسيين. محورنا الأول اللي تكلمنا فيه عن قيمة الإنجاز والصورة النمطية للإنجاز المادي عند الشباب خاصة، وفي محورنا الثاني تحدثنا عن قيمة قبول الآخر المختلف. شكرا جزيلا علي. العفو، شكرا على المشاركة. وأيضا أتوجه بالشكر لكم مشاهدينا الأحبة ومستمعينا أيضا عبر منصات الشبيبة على استماعكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة من تحت الملاحظة. إلى اللقاء.